السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا اليوم ماكينة ليزر 20 في 30 40 وات. هنبدأ نفك المسامير هنا ونطلع الماكينة ونستعرضها كاملة ونسوي عليها نحت إن شاء الله، نسوي عليها قص ونحت على الأكريليك على الخشب على أكثر من شيء، فتابعونا في الفيديو. فكينا المسامير هذه المكينة 20 ب30، هنستعرض المكينة بكل محتوياتها. طيب بنطلع المكينة على الطاولة هنا ونبدأ نستعرضها. طلعنا المكينة على الطاولة، بنفتح مكينة جديدة. اللي يبغى يطلب المكينة هذه يدخل على موقعنا مؤسسة السمع التجارية ويسوي طلب على الموقع، هناك السعر والمواصفات كاملة، الرابط تحصلونه في صندوق الوصف للفيديو هذا. نفتح الماكينة، فيها الأدوات. الشنطة هذه بستعرضها لكم بعد شوي. عندنا ماطور الهواء ومروحة الشط، والأنبوب للشط. هنا مروحة الشط، وهذا كيبل الكهرباء. نحتاج نقص هنا دقيقة. محتويات الشنطة، محتويات الشنطة هي السي دي اللي فيه الار دي وورك اللي فيه برنامج التشغيل، و مواصلات مع الكمبيوتر هذا للانترنت، هذا توصيل المعلومات الداتا اللي تاخذها من الكمبيوتر الى الماكينة. عندنا هنا الطاوله او لوح الطاوله اللي يتثبت داخل الماكينة، يتثبت داخل الماكينة واللي يعطينا مساحة العمل. مساحة العمل المطلوبة هنا اللي هي 20 في 30، مساحة الطاولة هذه حنفتحها طبعا. بسم الله. هنوصل الكهرباء. طبعا وصلنا الماطور، ماطور المياه، وصلنا المروحة، وصلنا أنابيب المياه. المروحة وصلناها مع الهوز وطلعنا بقية الهوز. الهوز فليكسيبل، ممكن تمده إلى المكان اللي أنت تبغاه. إذا ما وصل معك توصل بقطعة ثانية. حاول إنك تسكر هذه الكيب أو بأي شيء هنا على أساس ما يكون فيه تنسيب. وبعد كده حنشغل الماكينة. الماكينة الآن أصبحت شغالة. حطينا قطعة أكريليك إن شاء الله حننحت عليها. حنشتغل الآن على البرنامج
وبنصور لكم طريقة العمل على البرنامج. بالنسبة للبرنامج وتنصيبه، هو سهل الحقيقة إنه تنصب البرنامج من السي دي مباشرة. إذا واجهت أي صعوبة ممكن تتصل علينا أو تتواصل معنا وننصب لك البرنامج. هذه الماكينة شاملة التدريب، تنصيب البرنامج والتدريب والتعليم على الماكينة، فنيات القص فيها والنحت، شاملة توصيل جميع مناطق المملكة. تتوصل هذه الماكينة للطلب، تنزل على صندوق الوصف تحصل الرابط اللي يوصلك إلى الموقع، ومن الموقع حتحصل المواصفات والمقاييس وكذلك الأسعار. Это понятно.